كيف هي علاقتك مع دولة الإسلام في العراق والشام؟ جيدة. أنا علاقتي مع الأخوة في دولة العراق والشام بالتأكيد تواصل شبه يومي أنا والأخوة في دولة العراق يقال والشام بأن لحل هذه الخلافات وحل هذه المشاكل. الأمور فيها تهويل إعلامي كبير، فيها تسليط ضوء كبير جدا على موضوع دولة العراق والشام وبأنهم تكفيريين حقيقة هم ليسوا كذلك؟ القسم الأكبر منهم ليسوا كذلك. يوجد البعض منهم من العناصر ربما لديهم فكر خاطئ، ولكن عندما نجلس معهم أخطاء فردية إذن ربما أخطاء فردية، ولكن عندما نجلس مع قياداتهم حقيقة لا يوجد لديهم هذا الفكر وتكون العلاقة جيدة وحتى أخوية، ولكن بعض التصرفات على الأرض هناك أخطاء، وهذا شيء طبيعي أن يكون أخطاء عند الدولة وأخطاء عندنا وأخطاء عند الألوية وأخطاء كل من يعمل فهو يخطئ. وربما بعض الأفراد منهم لديهم أفكار خاطئة يكفرون و يتكلمون بهذا لكن لا يمثل ولكن التنظيم أو قيادة حقيقة التنظيم. لا أدري ولم أشقق على صدرهم لأعلم بأن هذا هو فكر قادتهم أو هم من يعلمون هؤلاء الأفراد أم هو ذا تصرف شخصي من الأفراد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله، نشكر الجميع، نشكر الله سبحانه وتعالى ونزف هذه البشرى لأهلنا في سوريا ولأهلنا المسلمين في جميع أنحاء العالم بأننا الله أكرمنا، الله أكرمنا في هذا الشهر الفضيل بهذا النصر العظيم بعد أن حققنا النصر في 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 منطقة خان العسل والآن في مطار منغ العسكري الذي تحرر على يد هؤلاء الأبطال. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. أخونا أبو جندل، الصلاة والسلام على رسول الله، سلام على أبو جندل. نحمد الله عز وجل على هذا النصر، قامت فصائل كثير ومن بينهم دولة الإسلام في العراق والشام، أبطال دولة الإسلام في العراق والشام، وتم فتح مطار منغ العسكري